إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في سلسلة دروس تعليم الجمال. دونك اليوم إن شاء الله في هذا الدرس هذا غادي نحاولوا نتعلموا ثلاثة الحوايج. أول حاجة إنه كيفاش نغيروا الخلفية ديال الواجهة ديال الجمال. ثاني حاجة كيفاش نديروا توقيع، يعني تحت من النص ديالك ولا تحت من الرسالة كتكتب لشي حد مثلا، كدير تحت مثلا التوقيع ديالك، يعني كيكون فيه الاسم والهاتف والايميل ديالك و سواء لوغو بيرسونيل ديالك سواء لوغو ديال الشركه. وثالث حاجه غادي نتعلموا كيفاش بار اكزومبل الا كنا مثلا ابسون وجانا شي ميساج كيفاش يمشي ليه تمشي ليه اون ريبونس اوتوماتيك، يعني المجيب الالي. دونك اول حاجه كندخلوا لو سيت ديال جوجل، بعد كنمشيو للجيميل. لاحظتوا معايا دونك الصوره ديال البروفايل راه تغيرت. دونك كنمشيو للجيميل، الا بغينا نغيروا الخلفيه بحال هذه مثلا، هاي دابا هذا راه ديجا مغير لي الخلفيه ديالو. دونك الا بغينا نعاودو نغيروا الخلفيه، سواء كنجيو شوازيغ ان تيم كنكليكيو عليها من هنايا، ولا كنمشيو لهنايا باغامتر تيم. دونك هنا جوجل كيقتصر عليك بزاف ديال لي تيم، هنايا فيهم بزاف تصاور. دونك يمكنك تختار اللي بغيتي نتايا، اي حاجه باغ اكزومبل اختاروا هذه الصورة مثلا. ها هي كتشوفوا الى لاحظتوا معايا راه تغيرت، اختاروا هذه مثلا، دونك راه تغيرت، يعني كتشوف سميتو تغير. بغينا نشوفوا الى كان عندنا شي تصاور مثلا مخزنين في جو في عندنا، كنمشيو نجيبوهم. باغ اكزومبل هذه هي الصورة ديال لو كونت ديالنا اللي دايرين هنايا، لو كونت ديال الفوتو دو بروفيل. الى بغينا نديروها هي النيت كنديروها، كدير سيليكسيوني كدوز اوتوماتيكمون كدوز. فوالا من بعد كندير اونجستري. دونك كيما شاهدتو معايا، دونك سميتو الصورة ديال الخلفية ديال الجيميل تغيرات. دونك تاني حاجة، دونك الى بغينا نديرو توقيع، يعني كيما قلت لكم التوقيع كيكون تيبا تحت من النص او تحت من الرسالة. دونك كنمشيو ديما للباغامتر، كنهبطو لتحت هنايا كنلقاو سيناتور، فوالا هي هادي سيناتور. دونك هنا كيقولك راه كاين مكاين حتى شي سيناتور، دونك الا بغيتي تكريي شي وحدة كتكريها، كتسميها مثلا ندير ما سيناتور. دير كريي. دونك الا عندك شي سيناتور واجدة في سميتو الكمبيوتر ديالك كتجيبها. مثلا نديرو باغ اكزومبل هادي، نمشي ندير لها كوبي كولي، فوالا كدير كخيي، صافي كدوز اوتوماتيكمون. دونك هنا كتحدد ديما السمية ديال لاسيناتور ديالك، صافي. بغيتي دير شي سيناتور اخرى مثلا كدير كريي، تعاود تسميها مثلا سموها هيك، وكتسميها هذيك الساعة مثلا وين هذيك، في هذه بغينا نكبروها مثلا نديروها بول، نبدلو ليها لا بوليس، توريني اللون نبدلو هذه، بغينا نبدلوها حتى هي. انا كتسجلها عاوتاني حتى هي، دونك صافي ساليتي منها، كتحدد هنايا فيها.
بغيتيها تظهر في الرسائل الجديدة، وبغيتيها تظهر ملي كدير اون ريبونس ولا ملي كدير ان ترونسفير. فوالا يعني كتكون دونك هنا كتكون صيبتي لا سيناتير ديالك. دونك ثالث حاجة هو المجيب التلقائي، يعني لا ريبونس اوتوماتيك. مثلا سيبوز كمثلا ما كنتيش في البيرو مثلا شي نهار، ولا مثلا وجاك شي ميساج كنتي كونجي باغ اكزومبل، وجاوك دي ميساج، دونك بغيتي هذوك لي ميساج اللي جاوك يجيهم تمشي ليهم ان ريبونس اوتوماتيك، كوم كو بانك راك انت راك ابسون ما كاينش في البيرو. دونك كتجي هنايا كتاكتيفي هاد لابارتي هادي، دونك ريبونس اوتوماتيك هي راه ديزاكتيفي، دونك بغينا اكتيفيوها. دونك كتحدد هنا منين تالين، دونك بغيتيها تبدا مثلا من لو 4 جوان تال لو 11 جوان باغ اكزومبل، دير العنوان ديالها كونجي ياك. وهنا في لو تيكست ديالك كتكتب، تقدر تكتب ليهم مثلا انا اعتذر عن التواصل معكم، انا في اجازه بحال هذا الشكل هذا، وشكرا على تفهمكم صافي. وكت بونجور شوي اون كونجي ميرسي دو فوتر كومبريهنسيون. من بعد كتسجل هاد لي موديفيكاسيون كاع اللي درتي. دونك الى هنا كنكونو انتهينا من هاد الدرس هذا، دونك موعدنا ان شاء الله في الدرس القادم. دونك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديرو لنا واحد لايك باش تدعمونا ان شاء الله، باش نستمروا في المزيد. والناس اللي ما اشتركوش يشتركوا معنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.